السلام عليكم. اليوم المحاضرة إن شاء الله عن الأكريليك ريموفابل بارشل دينتشر أكريليك. إحنا من بداية هذا الفصل اللي هي من محاضرة رقم 1 إلى محاضرة رقم 18 إحنا بنحكي عن الكروم كوبالت ريموفابل بارشل دينتشر، واللي هو مصنوع من ميتال، واللي هو في أغلب الأحيان خلي نقول إحنا الكروم كوبالت نعتبره بيرمننت ريموفابل بارشل دينتشر. بيرمننت بمعنى إنه هو هذا الدينتشر اللي ديورابل، رح يحافظ على البون مال المريض والتيث مال المريض بشكل أكبر ولفترة أطول وبصحة أفضل، وهو كذلك الطخم نفسه رح يستمر ويا البيشنت لفترة جدا طويلة أو بعيدة، إلا إذا حصل تغيير، مثلا صار عنده تروما، سوى سيرجيكال لا سمح الله، تيومر أو شيء، وتغير شكل الماكزيلا أو الماندبل، واضطرينا أنه نغير ونلعب بالديزاين، شال مجموعة من الأسنان، فبالتالي نضطر انه نغير. بس بشكل عام لا، هو هذا اللي راح يستمر ويطول ويا البيشنت. النوع الثاني اللي عندي واللي هو الاكريليك ريموفابل بارشل دينتشر، هذا في اغلب الاحيان، ما اقول لكم يعني مطلقا انه هو temporary، لا، في اغلب الاحيان هو هذا يكون نوع temporary، وهسه راح نشوف بالشرح يعني ما يستمر، يعني ماكسيمم مثلا خلينا نقول سنه، ممكن اكو بيشنتس انطيه لمده شهر شهرين، ممكن 6 اشهر، ماكسيمم كلش سنه. هاي في اغلب الاحيان اكو كيسات معينه اللي هو راح اعتبره انه ديفينيت تريتمنت، بس في اغلب الاحيان لا، هو temporary، والكروم كوبالت هو permanent. طبعا هنا تشوفون هاي اشكال مختلفة من الريموفابل بارشل دينتشر، ديزاينات مختلفة حسب البيشنت شنو فاقد اسنان وشنو باقي عنده الاسنان. اكريليك ريموفابل بارشل دينتشر التعريف مالته تذكرون اخذناه سابقا بالصف الثاني على ما اعتقد محاضرة الانترودكشن، اتس ادنتال بروستيسيس، اذا هو نوع من انواع التعويضات السنية، which artificially supplies teeth، رح يمد البيشنت بالأسنان، رح يعوض للأسنان اللي هو فقدها، and associated structures in a partially edentulous arch، بما انه هو removable partial denture، فمعناها أني عندي partially edentulous arch، يعني البيشنت فاقد جزء من الأسنان وعنده متبقي جزء من الناتشرال teeth، فأني الأسنان المفقودة رح تتعوض artificial teeth حتى تساعد الناتشرال تيث اللي باقية عندي باللود اللي صاير عليها. بالنسبة للأسوشيات ستركتشرز، احنا كنا نعرف وشارحين انه التعويضات او التركيبات المتحركة هي مو فقط تتعوض لي الأسنان، لا، وإنما تعوض لي البارتس اللي خسرها البيشنتس في منطقة الوجه كامل، يعني او خلي نقول inside the oral cavity. مثلا عندي labial bone، labial bone احنا عندنا كلش مهم، اكو patients تصير عندهم resorption بالبون labially، فبالتالي اللب تصير unsupported، بما انه اللب unsupported راح ترجع لي ورا، راح تنطيني more old appearance، فلذلك عندنا removable partial denture especially the acrylic type. ايش راح يسوي بالاكريليك اللي راح يجي ويمتد ليبيالي على الليبيال ريج؟ يعوض لي البون اللي صار بي resorption بهاي المنطقة، وبالتالي يرجع يدفع لي اللب more labial، يسوي لي support لللب، فينطيني more aesthetic appearance للpatient، وبالتالي more young appearance. Made of acrylic resin and can be removed. إذن نوع الماتيريال مالته مو ميتال، مو كروم كوبالت، وإنما acrylic resin. And can be removed from the mouth as well. من اسمه removable partial denture. إذن يقدر البيشنت يطلعه ويلبسه. An acrylic removable partial denture consists of an acrylic resin denture base, artificial teeth and wrought wire clasp. إذن الكومبوننتس مالته أو البارتس مالته راح تكون بكل بساطة هي الأكريليك دينتشر بيز، عندي الارتيفيشيال تيث، وعندي الروت واير كلاسب. روت واير كلاسب حصرا، يعني هنا أنا ما عندي كاست كلاسب، ما أقدر أستخدم بالأكريليك تايب الكاست كلاسب، النوع الكلاسب اللي هو يكون كاست اللي هو المتل المصهور اللي أنا صبيته، ما عندي هذا الشيء بالأكريليك، دائما لازم أستخدم الروت واير واللي هو يجيني بكرة أنا أقص منها قسم وأسوي الأدابتيشن بإيدي حسب الناتشرال تيث أو الأبوتمنت اللي موجود عندي، وبعدين أضيفه للديزاين مالتي للأكريليك
دنتشر بيز اللي عندي. اذا البارت سمبلي هي اكريليك دنتشر بيز ارتفيشال تيث اند روت واير كلاس، ما عندي هذاك التعقيد اللي موجود بالكروم كوبالت من دايركت ريتينر ان دايركت ريتينر ريست ميجر كونكتر ماينر كونكتر، هاي كلها ما موجوده هنا. types of acrylic partial denture، عندي الاكريليك partial denture يجي انواع راح نحكي عنها باختصار، وانتم مستقبلا بصف خامس راح تاخذوها بالتفصيل، راح ناخذ كل نوع بالتفصيل وراح نحكي عنه تفصيلا. بشكل عام انواع الاكريليك partial denture هي temporary او interim removable partial denture، transitional removable partial denture، treatment partial denture and immediate partial denture. طبعا انا من اجي اقول انواع الدنتشر مو القصد انه انواع بمجرد ما انت تشوفها تقول ايه هذا هو الترانزيشنال هذا البارشل، لا الانواع هي حسب الاستعمال، خلينا نقول حسب الانديكيشن اللي انت انطيت به هذا البارشل دنتشر. يعني لو نيجي لهاي الصوره هنا هذا هذني كلهم هم ريموفابل بارشل دنتشر، زين يا هو الترانزيشنال يا هو التمبرري يا هو التريتمنت وان، ما اعرف هي موجوده عندي هو نفس الشكل يعني ما يختلف، هذا هنا أنا عندي ممكن يكون ترانزيشنال ممكن يكون تريتمنت ممكن يكون تيمبوراري، حسب شنو؟ حسب الانديكيشن حسب وضع المريض. هسه راح نقراها تفهموها اكثر. هذا نفس الشيء ممكن ترانزيشنال، يعني انا بالشكل ما اميزها ما اجي اقول ايه هذا الترانزيشنال مبين وهذا التيمبوراري وهذا خلينا نقول الاميديت، ماكو هيك شيء، لا هذا قد يكون واحد من الأربع أنواع، كذلك هذا كذلك هذا، فبالشكل ما يتميز وإنما بالإنديكيشن بليش أني استخدمته ليش شنو كان الغرض اللي أريد أوصل من عنده. زين النوع الأول اللي هو temporary أو interim removable partial denture شنو تعريفه؟ It is a removable prosthesis used temporarily for a period of time until a more definite prosthesis can be provided. إذن هو removable prosthesis يعني هو prosthesis عادي الديزاين مالته يصير حسب الأسنان المفقودة عند البيشنت، بس ليش سميته temporary أو removable؟ لأنه كان الغرض من استخدامه إنه أستخدمه لفترة محدودة إلى أن أسوي more definite treatment. يعني for example خلينا ناخذ مثال، إجاني البيشنت للعيادة يريد عنده أسنان مثلا خلينا نقول اللور 6 و 5 اللور مفقودين من جهة الرايت ومن جهة الليفت، يعني عنده missing 5 و 6 بالرايت سايد والليفت سايد. البيشنت يريد يزرع هنا بمكان هاي الأسنان، يريد يسوي definite prosthesis اللي هي خلينا نقول الزراعة الإمبلانت، وإحنا مثل ما نعرف الإمبلانت من أحطها أني الإمبلانت هو عبارة عن سكرو مثل البرغي ينزل بالعظم وأسد عليه أسد اللثة، يعني ما يبين بداية تمام أسد completely ويروح البيشنت لفترة طويلة غالبا تكون 6 أشهر. شنو الغرض من اني اني اترك البيشنت هاي الفترة كلها؟ انه يلتئم يصير اكو كونكشن بين البرغي والبون اللي موجود عندي بالجو تمام؟ اني ما اقدر دايركت انزل البرغي واحط عليه توث لان البرغي بعده يتحرك ما ثابت ما ملتصق خلينا نقول بالبون، شقد فترة يراد حتى يلتصق يلتحم هذا البرغي ويا البون وبالتالي يصير جزء لا يتجزأ من الماندبل، فبالتالي اقدر احط عليه اسنان نحتاج غالبا 6 أشهر. زين البيشنت متضايق ويريد شيء يعوض له هاي الاسنان هسه حتى يقدر ياكل عليها تمام الى ان تمر هاي ال6 أشهر وبالتالي اقدر اني اسوي احط له الاسنان على الامبلانت مالته. هاي الفتره ايش راح اسوي له بيها؟ راح اسوي له ريموفابل بارشل دنتشر حسب الانديكيشن. انا هنا ليش انطيت ريموفابل بارشل دنتشر كتمبوراري او انترم ريموفابل بارشل دنتشر يستخدمه فور ا بيريد اوف تايم لمده هاي ال6 أشهر until a more definite prosthesis can be provided، الى ان تمر هاي ال6 أشهر ويجيني وبالتالي اركب له الديفينيت بروست اللي هي الارتفيشال تيث اللي راح تكون مصنوعة من بورسلين او سيراميك اللي تعتبر كديفينيت بروستيسس، ها هي بعد يقدر ياكل عليها وبنفس الوقت هي فيكست مو ريموفابل.
فاستخدامي للريموفبل بارشل دنشر بهاي الحالة أني أسميه هذا النوع استخدمته كإنترم أو تيمبوراري ريموفبل بارشل دنشر لحد ما أسوي له أمور ديفينيت بروستيسيس. زين، ثاني نوع الترانزيشنال ريموفبل بارشل دنشر. ترانزيشنال يعني انتقالي. خلينا نقرأ تعريفه. بارشل دنشر which is to serve as a temporary prosthesis. إذا تلاحظون بالأول هو صح اسمه temporary أو interim، استخدمته كtemporary. الثاني transitional سميته، بس كذلك temporary لأنه هو كل الأكريليك removable partial denture غالبا في أغلب الأحيان استخدامي إلى مؤقت، يعني لحد ما أوصل لغرض معين وها هي أتخلص من عنده. تمام. The transitional removable partial denture, a partial denture which is to serve as a temporary prosthesis and to which more artificial teeth will be added as more teeth are lost and which will be replaced after post extraction and tissue changes have occurred. شنو معناها؟ معناها من اسمه transitional removable partial denture يعني انتقالي. فلنفرض اجاني patient للعيادة. البيشنت عنده أسنان، تمام؟ المشكلة بأسنانه، يعني خلينا نقول عنده مثلا فاقد جزء من الأسنان، هذا مفقود هنا عنده وهنا باقي واحد. اوكي زين، هاي الاسنان اكو بيشنت يصيرون اولد ايج وغالبا يكون عندهم يكونون ميديكالي كومبرومايزد، مثلا عندهم دايابيتس اللي هو السكر. جماعه السكر دائما نلاحظ اللثه مالتهم تعبانه، البون ريزوربشن ريت مالتهم يكون جدا سريع، يعني هو بفتره كم شهر يختلف عنك. اجاك البيشنت اليوم ركب تركيب، ورا شهرين ثلاثه يجي الريزوربشن اللي صاير عنده جدا سريع، بحيث صاير التركيب مالته لوز، الريتنشن كله رايح من عنده. ليش؟ لأنه صاير يصير البون ريزوربشن مالتهم بريت جدا سريع. فالبيشنت اللي عنده قلنا دايابيتس دائما عنده بيريودونتايتس، أغلب الأحيان تكون عنده مشاكل باللثة، وبالتالي نشوف الأسنان كلها مالته موبايل، صاير عنده قم رسجن بون ريزوربشن، بحيث ماكو يعني الأسنان مكلبة بالتيب مال الروت انسايد ذا بيشنت ماوث. دولة يجون هو يريد يقلع، تمام؟ خلينا نضيف له بعد سن. زين، فلنفرض انه البيشنت يريد يقلع اسنانه ويركب طخم كامل، بس هاي الفتره بين ما اني اقلع له هذا وهذا 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 دا اسوي له، لانهم كلهم موبايل، تمام؟ هو صح ما مستفيد منهم كفانكشن ولا ماستيكيشن لانها تتحرك، في اغلب الاحيان ما يستفيدوا منها، بس شنو باقيه كشكل للمريض، فهو صعب عليه، وأني كذلك ما أقدر أقلع له هذا الكم من الأسنان بيوم واحد، تمام؟ فشنو اللي راح يصير؟ راح أسوي له طخم انتقالي، يعني أني أسوي يجي البيشنت بهاي الموضعية، أخذ له إمبريشن وأبدأ أصنع له الطخم. بالبداية راح أحط هنا artificial tooth، هنا artificial tooth، هنا أعوض له الأسنان الموجودة، تمام؟ زين، انطيت البيشنت هذا الطخم، لبسه، بنفس الوقت أقول له الأسبوع الجاي تيجي أقلع لك توث، يجيني الأسبوع الجاي أقلع له هذا السن، أوكي؟ وأضيف له بمكانه، يعني من قلعة السن صار مكانه فارغ، يرجع البيشنت وهو لابس الطخم اللي بيه هاي الأسنان، أخذ له إمبريشن، تمام؟ يكون عندي أي توث مقلوع يكون هذا التوث انقلع. اوكي، اجيب تري البس الطخم مالته والاسنان الباقيه مالته موجوده، اجيب تري اخذ امبريشن على هاي الوضعيه، يصبوها بالمختبر، فراح يطلع لهم الكاست، تمام؟ ومفقود منه هذا التوث اللي هنا، مفقود من عندي هذا التوث. ايش راح يسوون؟ راح يضيفون بس بهاي المنطقه، راح يضيفون اكريليك وراح يحطون ارتفيشال توث. اوكي، خلينا نرسم الارتفيشال توث بالأسود. فهسه ايش سويت أني؟ أعتبرها فترة انتقالية. أني سويت له بالبداية على قد الأسنان المفقودة اللي هو إجاني وهي مفقودة، سويت له طخم، انطيته موعد، هذا الموعد قلعت له به هذا التوث، تمام؟ قلعت له توث واحد، نفس الوقت أخذت له إمبريشن وديتها للمختبر، المختبر ضافوا لي مكان التوث اللي قلعته، أنطيه موعد ثاني، يجيني أقلع هذا، أرجع أخذ له طبعة، يضيفوا لي هذا، أنطيه موعد ثالث، هيجي إلى أن كملت له قلع كل الأسنان وعوضت كل الأسنان، تمام؟ لحد هنا أوكي. فهذا أسميه ترانزيشنال، يعني البيشنت غير انه كمنظر صعب عليه انه هو عنده اسنان
وخصوصي هذول اللي يكونون مثلا معلمين بالمدارس، صعب انه يروح فجأة الطلاب هو قالع كل اسنانه. البارحة كان عنده اسنان، يجي قالع اسنانه حتى ابدا اسوي له الكومبليت دنتشر. فهذا شو اسوي؟ اسوي له ترانزيشنال دنتشر، انطي بارشال دنتشر، وبعدين كل مرة يجيني اقلع على توث واحد واعوض بمكان هذا التوث، مو اميديتلي، اقلع على التوث يروح، هو راح يروح يداوم قالع توث واحد بسيطة، يرجع لهم المرة الجاية هذا التوث متعوض تمام، يرجع مرة ثانية إلي أقلع على التوث الثاني، وهكذا إلى أن يكمل أسنانه. هم سايكولوجيكالي نفسيا البيشنت راح يكون نفسيته أحسن، لأنه كاستاتيك هو مو في الدورة قلع أسنانه وبقى فترة طويلة من دون أسنان على ما أكمل الخمس أو الست زيارات مال الكومبليت دنشر، لا ده يجي وأقلع وأحط له بداله، أقلع واحد أحط بداله، أقلع واحد أحط بداله، إلى أنه تحول البارشل مالتي إلى كومبليت، ما بقى عندي ولا ناتشورال توث، صارت كلها ارتفيشال توث، صار عندي كومبليت بارشل دنتشر. غير الاستاتيك هم البيشنت يتعود، يعني صعب البيشنت يكون عنده أسنان والتشيك ماخذة وضعيتها والتنج وأجي أقلع عليها هاي الكمية كلها من الأسنان وأنطي كومبليت، لا كل ما قلعت له واحد وحطيت بمكانه اتعود عليه، أقلع على الثاني أحط له بمكانه راح يتعود. فهي مرحلة انتقالية كجماليا، وكذلك خلينا نقول كنيورو ماسكولر ادابتيشن، وجهه عضلاته هو نفسيا راح يتعود انه هو ده ينتقل من مرحله انه اني عندي ناتشرال توث الى مرحله انه اني ما عندي ولا ناتشرال توث واني كلها صارت عندي ارتفيشال تيث. زين وصلت لهاي المرحله وتبدلت كل الناتشرال تيث بالارتفيشال تيث، ايش تعتقدون هذا اعتبره ديفينيت بروستيسيس؟ لا طبعا، لان اني من ده اقلع دا أركب له وراء أسبوع. زين المكان اللي أنا قلعت بي سوكت ياخذ له فترة أطول من أسبوع حتى يصير بي هيلينج ويصير بي بون ريموديلينج والبون ياخذ شكله النهائي تمام. فأني ما ماخذ هنا شكل الرج النهائي، لا أنا دا أقلع وظيف أقلع وظيف أقلع وظيف. زين أنا من ضفت هذا التوث مثلا اللي قبله ضفته قبل أسبوعين تغير العظم البون اللي جوا تغير شكله لأن صار بي ريزوربشن اوكي، فبالتالي هذا مو ديفينيت بروستيسيس. صح هو راح يكمل وهسه صار كومبليت بس ما اعتمده ككومبليت نهائي، لا انتظر فتره صار عند البيشنت دنتشر، وغالبا هذا الدنتشر ما يكون هذاك الريتنشن لان اني ما مشتغله الستبس مال الكومبليت، مجرد اني اقلع واضيف اقلع واضيف، ما مشتغله البرايمري والفاينل امبريشن هاي كلها ما مشتغلتها تمام. فهذا اعتبره مؤقت، يبقى بيه البيشنت فتره اسبوعين شهر الى ان يصير البون ريموديلينج بالأماكن اللي أنا قلعت منها وتأخذ اللثة والعظم الشكل النهائي ويقل الريزوربشن ريت. إحنا نعرف أنه الريزوربشن ريت بأول 6 أشهر إلى سنة بعد القلع يكون سريع، وراها يثبت يقوم يصير أبطأ، يعني يبقى الريزوربشن بس يصير بمعدل أبطأ. فأول سنة بعد القلع لا يصير ريزوربشن وريموديلينج بالبون بشكل كبير، بعدين ورا السنة لا يبدأ ياخذ خلينا نقول منحنى ثابت ويصير أبطأ تمام. فأني أبقي هاي 6 أشهر بهذا الديفينيت بروستي بهذا العفو التمبراري بروستيسيس، هو صح كومبليت بس هو ما مطبق عليه شروط الكومبليت أني ولا الستيبس مالتي والخطوات مالتي مال الكومبليت، يبقى بالبيشنت حتى ما يبقى من دون أسنان استاتيكلي وسايكولوجيكلي يصير أحسن للبيشنت إلى أن يأخذ البون واللثة الوضع النهائي مالتها، وراها أجي وهذا الدنتشر يبقى عنده لأنه أنا محتاجة 5 زيارات حتى أكمل لياها، بس من يجيني ينزع أسوي له الزيارة الأولى يرجع يلبسه ويروح، يجيني ينزع أسوي له الفاينل إمبريشن يرجع يلبسه ويروح، وكذلك يجيني أشتغل له يعني كومبليت ثاني بالستيبس الكاملة، وهذا يبقى عندك سبير من أني أخلص شغل بهذاك الكومبليت هذا يلبسه بين ما يروح ينطي دروس يداوم بالمدرسة، ها من يرجع لي شيله أشتغل له بالكومبليت اللي أني دا أشتغله إلى أن يستلم الكومبليت مالته الجديد كومبليت بارشل الدنتشر الجديد ويلبسه، وها هي بعد اللي كان تيمبوراري وأنا ضفت عليه ينتهي ويروح. فنرجع نقرأ partial denture which is to serve as a temporary prosthesis and to which more artificial teeth will be added as more teeth are lost. أضيف artificial كل ما أخسر
واحد من الناتشورال تيث and which will be replaced، راح يتبدل. يعني هل هذا اعتبره ديفينيت؟ لا، will be replaced after post extraction and tissue changes have occurred، بعد ما اكمل كل الاكستراكشن وتنتهي عندي التغيرات اللي تطلع اللي تطرا على التشو وعلى البون راح ابدله. زين، خلصنا النوع الثاني، نيجي النوع الثالث اللي هو treatment partial denture. A dental prosthesis used for the purpose of treating or conditioning the tissue. يعني خلي نقول مثال، اكو patients هواية يجون مثلا عنده أسنان، هو عنده تيومر بال خلي نقول الليفت ماكزيلا، بدا يطلع الكلير اول، خلينا نمسحها هيك ستيب باي ستيب. اوكي، خلينا نفترض انه البيشنت عنده اسنان، اوكي اسنان كامله، شخص البيشنت انه عنده تيومر بهاي المكان، وبالتالي هذا البارت كله من الماكزيلا لازم ينشال بالبون بالاسنان باللي بي، تمام. زين، اني منطقه الفم منطقه شويه حرجه، اني من شلت هاي البارت هذا كله من شلته من حلق البيشنت، لازم اني اسوي له فتح حل، هو ورا فتره يريد ياكل، وقد يكون هنا ما صاير هيلينج للووند، يعني هذا الجرح استئصال جزء، هاي عمليه يعني تعتبر كبيره، وبالتالي راح تترك جزء او جرح خلينا نقول كبير. زين، البيشنت ورا يوم يومين ثلاثه يريد ياكل، خو ما يطب الاكل هنا، تمام. بنفس الوقت ورا العمليه شلون مثلا احنا من نسوي اي عمليه فتح بطن، اي عمليه بالايد بالرجل بالهاي، لازم شي يسوون وراها؟ يحطوا لنا باندج ضماد، تمام. فاني بالحلق شلون راح احط الباندج اللي هو هذا الشاش الجوز الضمادات الطبيه، شلون راح احطها بحلق البيشنت؟ وين راح تلزم؟ وين شنو الطريقه؟ فشنو يسوون غالبا البيشنت اللي يصير عنده عمليه هيك من هيك نوع بالفم؟ يسووا له دنتشر. شلون يجيني البيشنت قبل من تشخص وعرف انه لازم يشيل هذا الجزء، اخذ له امبريشن للارش مالته كامل، طلع لي الكاست بي كل هاي الاسنان موجوده على الكاست، ايش راح يسوي بالمختبر؟ راح بالبير راح يشيل هاي الاسنان وراح يشيل جزء من الرج اللي جواها من الستون، يعني على الكاست راح اشيل الاسنان وراح اشيل جزء من البون وراح اشتغل دنتشر، تمام. يعني المختبر بعد ما شال هاي راح يسوي دنتشر على هالاساس انه يعوض هذا الجزء ويحط لي بي عادي ارتفيشال تيث ويحط كلاسب على هذا التوث مثلا، ولازم فور كروس ارش ستابيلايزيشن يمر منه ويطلع كلاسب مثلا يعبر هنا بالامبريجر و هنا حتى يثبت الدنشر، تمام. فصار عنده هذا الدنشر. هذا الدنشر شنو الغرض من عنده؟ الغرض من عنده انه ياخذ البيشنت قبل العمليه، يعني اني اخذت له قلت لكم اخذت له امبريشن وهو ما مسوي عمليه، واشتغلنا له دنشر على الكاست، شلنا الاسنان، تخيلنا انه صارت العمليه وشلنا الاسنان من الكاست وشلنا شويه من البون او الستون يعني اللي يمثل البون جواها، واشتغلت الدنشر وانطيته للبيشنت، يروح البيشنت للعمليه ويا هذا الدنشر اللي هو يركب بحلقه بعد ما يسووا له العمليه، تمام. راح البيشنت استأصلوا له هذا البارت كله، الطبيب نفسه اللي يستأصل له راح يقعد له الدنشر. الدنشر شي يحط به هنا بهذا البارت؟ راح يحط سيرجيكال دريسنج اللي هي الضمادات الطبيه، بحيث البيشنت ورا ما خلص العمليه لبس الدنشر هذا البارت كله متروس ضمادات طبيه، المواد اللي تساعد على الووند هيلينج، يبقى البيشنت لابسها حتى تمنع النزيف، حتى تساعد بالهيلينج بروسس مال الدنشر. بنفس الوقت ورا يوم يومين من البيشنت يبدا ياكل، هاي المنطقه كلها مسدوده بالدنشر، فبالتالي الفود بارتيكلز ما راح تطب الجرح ولا راح يصير بعدين بيها فيرمنتيشن وتتخمر وتبدا عندي الكانديدا والريحه والالتهابات والهاي كلها، تمام. فهذا النوع من الدنشر شو اسميه؟ اسميه تريتمنت بارشل دنشر. استخدام ثاني للتريتمنت بارشل دنشر، يجون بيشنتس هوايه ما اسوي لهم دنشر جديد وانما الدنشر مالته القديم
تمام صار لفترة جدا طويلة. احنا متفقين انه الاكريليك ريموفال بارشل دنشر هذا تمبرري، زين البيشنت انا انطيته اياه تمبرري بس هو لبس لفترة طويلة، خلال هاي الفترة طويلة صار عنده بون ريزوربشن، فشي يصير بالدنشر راح يحتاج ريلايننج بس هو ما مسوي له ريلايننج، فبالتالي راح يصير عنده تقرحات بالتشو اللي موجود تحت الدنشر. فيجيني هو ورا فترة طويلة يقول هذا بالبداية كان قاعد وحلو هاي، وبعدين قامت تصير عندي ألسريشن، قامت اللثة مالتي تعورني من جوا، زين ايش قد صار لعندك؟ يقول لي صار له مثلا 3 سنين. طبيعي طبعا هذا اول شيء راد له فولو اب، لازم تيجيني اشوف كمية البون ريزوربشن صارت عندك، اسوي له ريلايننج، مرات احتاج ابدله لان هو هذا اصلا تمبرري، انت هاي الخطوات كلها ما ماشي بيها واجاييني ورا 3 سنين اكيد يصير عندك تقرحات. فش اسوي له انا اللي راح اسوي له اياه انه هذا استحق دنشر جديد. زين انا هل اقدر اشتغل دنشر جديد على وضع اللثه اللي عندي وكلها تقرحات والتهابات؟ لا طبعا اريدها تطيب. فالدنشر نفسه مالته شو اسوي؟ احط بالمكان اللي صاير عنده باللثه تقرحات احط مثل الضماد الطبي اللي هي المواد اللي اسميها تيشو كونديشنينج، يعني راح تساعد على اعاده تاهيل التيشو، تخفف الضغط على التيشو تمام، وتخلي التشو يطيب وتروح الالتهابات من عنده. فاني اترس له الدنشر بهاي الماده واخليه يلبسه، تلبسه اسبوع اسبوعين يجي، طبعا هاي الماتيريال تتغير، يعني اني اخلي له اياها اقول له كل 4 ايام الى كل 3 الى 4 ايام تيجيني ابدل لك هاي الماتيريال، اشيلها واحط له تشو كونديشنر ماتيريال جديده، وهكذا اظل اتابع الى ان اشوف اللثه رجعت صحيه، راحت التقرحات، راحت الالتهابات، ابدا وياه بالخطوات الجديده حتى اسوي له دنشر جديد. تمام، اذا صار عندنا استخدامين للتريتمنت بارشل دنشر، يا اما البيشنت استأصلوا له جزء واني محتاجه الدنشر حتى يحطون بيه ضمادات طبيه وحتى يسد لي المكان وما يدخل بيه اكل، يا اما البيشنت لا هو ماخذه وما مهتم بالفولو اب ولا سامع كلام الطبيب انه هذا تمبرري ومستمر عليه فد 3 سنين وبعدين اجاني يشتكي، فكذلك استخدمه اني احط له بيه تشو كونديشنينج ماتيريال حتى تساعد اللثه انه تطيب قبل ما ابدا اسوي له واحد جديد. زين النوع الرابع الاميديت بارشل دنشر، وهذا شرحت لكم عليه سابقا، نذكر بمطرحين بالمحاضرات سابقا وشرحناه بواحد منها. It is a prosthesis used to replace one or more teeth and is inserted on the day of extraction of the teeth. يعني خلينا نقول البيشنت هو representative مقدم برامج مثلا، وعنده أسنان الأمامية خلينا نقول لسبب ما، ما أدري مدى يطلع الكلير أول فمدى أقدر أمسى أوكي لسبب ما خلينا نقول هي أسنانه كاملة أوكي، صار عنده حادث، بالحادث انضربت هاي المنطقة عنده بالأسنان، إيش صار هاي الأسنان؟ صارت موبايل أوكي، صارت موبايل محتاجة إنها تنقلع، يعني بعد ما يفيد لا اسوي لها ستابلايزيشن ولا اثبتها ولا، هاي اجى التريتمنت بلان انه خلص هاي هوبلس تيث ولازم اقلعها. زين اني من اقلعها، هذا مقدم برامج خلينا نقول يطلع كل يوم بالتلفزيون ما يقدر يطلع لهم من دون اسنان الى ان يقلع اسنانه ويصير هيلينج بالسوكت مال التوث اللي هو بالمكان، يعني بالبون مكان القلع يصير هيلينج وينسد البون، ما يقدر يبقى من دون اسنان. فش اسوي له؟ اسوي له اخذ له امبريشن بهاي الوضعيه، كذلك ادز الكاست للمختبر، بالمختبر راح يشيلون السنين الاماميين بالبير، يبردون السنين من الكاست بالبير ويسووا لي دنشر ويدزوا لي اياه. يجيني البيشنت انا عندي الدنشر، شو اسوي؟ اقلع له هذا التوث وهذا التوث والبس الدنشر دايركتلي ب تو ارتفيشال تيث تمام، لبست على الجرح مباشرة. كذلك طبعا هم يساعدني انه يقلل البليدينج ويساعد على الوونت هيلينج، وبنفس الوقت البيشنت مضطر انه يعيش فترة من دون الانتيرير تيث، فهو عنده تخم يلبسه الى ان يصير هيلينج، بعدين عود نشوف ايش راح نسوي له، راح نسوي له غير ريموفابل، يريد يسوي فيكس، يريد يزرع، بعدين على كيفه هو يقرر. فهذا هو الاميديت بارشل دنتشر، اذا يوز تو ريبليس وان اور مور تيث اند از انسيرتد اون the day of extraction of the teeth، بنفس اليوم اجاني قلعت له ركبت له،
It's a partial denture constructed before the extraction of unwanted teeth and is inserted immediately after this extraction. The indications of removable partial dentures راح تشوفون أغلبها من الحكي والأنواع اللي إحنا ذكرناها. أول شيء, in young patients when the pulp chamber is so large that a fixed prosthesis is not feasible. إذا هذا يا نوع نعتبره, نقدر نعتبره النوع اللي هو الانترم أو temporary removable denture. يعني يجين البيشنت مثلا خلي نقول عنده الفايف وعنده السكس ويريد يعوض هنا. زين, هو البيشنت شنو رغبته؟ مو رغبته ريموفبل. البيشنت يريد يعوض ببريدج, يريد جسر يمتد منه لهنا, يعني نبرد لهذا التوث وهذا التوث نبرد من عندهم ونركب له جسر يمتد منه وهنا بي artificial teeth ويغطي هذا كذلك. زين, أنا بسبب إنه هو young age, pulp chamber باليونج يعني بالأطفال وباليونج age يكون أكبر, يعني خد يكون البلب كله هنا تمام. فأني من أجي أبرد, مجرد ما بردت صار عندي pulp exposure, دخلت على البلب, من دخلت للبلب هاي صارت حشوة جذر تمام. فهنا أنا كان الغرض أني أسوي له بريدج, سويت له كارثة أو مصيبة. ليش؟ لأنه young age. فأني من يجيني young age أقول له أنا ما أقدر هسا أشتغل لك بريدج. ليش؟ لأن البلب تشامبر مالتك حجمه كبير, ما أقدر أبرد لك من الأسنان, لأن بمجرد ما أبرد راح أفوت على البلب وراح يتحول الكيس مالتك إلى إندو أو حشوة جذر. فأني راح أسوي لك هسه مؤقتا, أسوي لك removable partial denture, نعوض لك هذا التوث, تبقى أسنانك مثل ما هي إلى أن تمر فترة. مثلا فلنفرض البيشنت عمره 14 أو 15, أقول له تعالي بالعشرين يكون البلب تشامبر, كل ما يكبر البيشنت يتراجع عند البلب تشامبر تمام, كل ما يكبر يصغر البلب تشامبر مالتي. فأقول له تروح إلى أن يصير عمرك مثلا بالعشرينات, أجي ساعتها أبرد لك براحتي منا ومنا من دون ما أحول الجذر عندي, أحول التوث عندي إلى حشوة جذر. زين, as a space maintainer, recent extraction or premature loss of teeth resulting in a space. To maintain this space we have to make an acrylic temporary treatment. نفس المثال خلينا ناخذ مثلا patient إجاني هي بها حالتين هسه هم نشرحها. patient إجاني هو young مثلا عمره 13 14 15, خلينا نقول تمام, طالع عنده الفايف وقالع الفور والفايف, العفو الفور والسكس وقالع عندي الفايف اوكي. زين, أنا هم عمره ما يسمح أنه أسوي له إمبلانت مثلا ولا يسمح أني أسوي له بريدج, غير عن السايز مال البلب تشامبر. عمره هو كطفل ما أقدر أسوي له بريدج. ليش؟ لأن البريدج هو فيكست بروستيسيس, راح يلزم لي الأسنان منا لهنا لزمة قوية. زين, أنا البيشنت عندي بعمر 13 14, هذا still a growing patient, يعني هو patient ينمو بعد الماندبل الماكزيلا مالته دا يكبر الارتش مالته, لان هو في مرحلة نمو, هو ما واصل عشرينات وتوقف النمو مالته والطول والهاي السوالف, لا هو بعده ينمو. زين, اني من اجيت لزمت هاي المنطقة منا لهنا, لزمتها بشي صلب, هل راح تقدر تنمو هاي المنطقة بعد يتوسع الارتش هنا؟ لا ما يقدر. المفروض انه البيشنت اللي اقل من 18 الى 20 هذا ما اسوي له برجات, خلي نقول لحد 18 ابدا ما اسوي له فيكست بروستيسيس, هذول كلهم يتعالجون برموفابل, لان الرموفابل ينزع بالليل مثلا, يقدر يذبه. احنا نعرف انه النمو غالبا ما يصير بالليل, فهاي الفتره يقدر يكبر بيها الارتش. يعني ان يجوز هو من قلع عمره 13 هو هذا السبيس عنده, يجوز من يجيني بعمر ال 17 او 16 لا كبران الارتش مالته, فصاير هذا التوث هنا وهذا التوث هنا, فبالتالي السبيس اللي كان هلقد صار هلقد. ليش؟ لانه كبر الارتش مالته توسع. فاذا اني كنت مسويت له فيكست بروستيسيس وحاصره هاي المنطقه بهاي الطريقه, ما راح يقدر يتوسع الارتش, راح يصير عنده ديفورميتي, راح يصير مثلا اذا كان هذا جهه الرايت, الرايت راح يصير الارتش مالته صغير, بينما الليفت لا ده يكبر لانه ما بيبرج. ف كلش خطأ انه اني اجي اسوي بريدج البيشنت ستيل بمرحلة الجروينج تمام. فهذا البيشنت زين اني ما راح اسوي له بريدج. بنفس الوقت اني اذا عفت هذا الفراغ هيجي
تمام؟ راح يروح هذا الفراغ، ممكن انه هذا التوث يسحف هنا، هذا يرجع هنا، فبالتالي ينسد الفراغ اللي متروك للفايف، او يبقى لي فراغ ما اقدر استفيد منه، يعني تقربون يبقى لي بس هالقد. زين هذا الفراغ انا اقدر احط بي توث؟ لا طبعا ما اقدر احط بي توث. فكسبيس مينتينر يعني جهازي يحافظ لي على المساحة، ايش راح اسوي له؟ راح اسوي له ريموفبل بارشل دنتشر، يجي يقعد هنا بحيث لا هذا يقدر يجي هيجي ولا هذا يقدر هيجي، وبنفس الوقت هو ريموفبل ينزع، فبالتالي يسمح للارج انه يكبر بهذا الاتجاه ويتوسع، وبالتالي اكون هم حافظت على المساحة وهم منعت عملية النمو مال البيشنت الى ان يكمل ويوصل لمرحلة 18 او 20 سنة، ساعتها اقدر اسوي له الديفينيت تريتمنت مالتي اللي هو اللي يريد البريدج الامبلانت واتيفر. زين ريسنت سبيس مينتينر ريسنت اكستراكشن اور بريماتشور لوس اوف تيث، البريماتشور اللي هو قبل الاوان يعني فقد سنه بعمر 13 وهو المفروض ما يخسر السن بهذا العمر. Resulting in a space. To maintain this space, we have to make an acrylic temporary treatment. A. In young patient, it is important to maintain the space until adjacent teeth have fully erupted to be used as abutment for fixed restoration. هنا أنا يحكي عن patients يعني بعد حتى مو مثلا خلينا نقول 11-12. تمام؟ بعد خلينا نقول طالع للسكس، السكس يطلع بعمر الست سنوات، بس بعد ما طالع للفور. اوكي طالع للسكس، خلينا نقول ما طالع للفور، هنا أنا صار عنده فراغ مثلا خسر الاي مالته والدي اللي هي الديسيديوس تيث الاسنان اللبنيه قبل الاوان، قبل ما يطلع عندي الفور والفايف، هم هذول جوا ستيل بالبون. اذا اني ما مسويه سبيس مينتينر تمام، ممكن يجي الفور مثلا، هو الفور يطلع لي قبل الفايف، ممكن يجي الفور ويطلع هنا والفايف يريد يطلع هنا، يلقي الفور ماخذ مكانه فيصير امباكتد يعني يبقى جوا العظم محصور ما يطلع. ليش؟ لانه الفور اجا واخذ مكانه. ليش؟ لانه انا ما حطيت هنا سبيس مينتينر بحيث يمنع الاسنان انها تتخربط، فكل واحد قام يطلع وين ما يريد. اوكي فبالتالي هذا هم indication to maintain the space until adjacent teeth have fully erupted، احافظ على السبيس مالت الفايف الى ان الفور يطلع بمكانه، الفايف بعده متاخر جوا بس انا محافظه على السبيس مالته انه انا مسويه بروستيسيس بهاي المنطقه، فالفور راح يضطر يطلع بالمكان الفارغ اللي مخصص له، ما راح يروح على مكان الفايف لان انا حاطه بيها توث. تمام زين. B in adult the maintenance of space can prevent migration اللي هو هسه قلناها of adjacent teeth أو extrusion or over eruption of opposing tooth واللي هو المثال اللي قبل شوية شرحنا عليه اللي هو خلينا نفترض انه ال patient عنده 6 وعنده هنا 4، أنا هنا راح أحط له temporary removable partial denture اللي هو acrylic removable partial denture حتى لا يصير migration للأسنان، هذا يجي هنا أو هذا يجي هنا، ولا يصير عندي extrusion أو over eruption بالopposing teeth، يعني إذا عندي 5 هنا ولقى هنا فراغ ايش راح يبدأ يصير؟ راح يبدأ ينزل يصير ب over eruption. تمام حتى أمنع هاي راح أسوي له acrylic removable partial denture to act as a space maintainer. ثلاثة elderly patients whose general health contraindicate lengthy procedure، مثلا يجيني patient كلش old عمر كبير ما معقول اني اروح اقترح عليه يسوي implant مثلا يزرع، ما يتحمل انه اسوي له bridge اذا كان وضعه يسمح اني اسوي bridge. تمام اذا وضعه يعني عنده anterior abutment و posterior abutment بس هو ما يقدر على الزيارات مال البريدج، تمام او اصلا ما عنده posterior abutment، اذا ما عنده posterior abutment فالحل عندي شنو؟ لو اسوي له البارشل دنتشر، لو اني ازرع له مكان posterior abutment احط له implant حتى اقدر اسوي له بريدج. تمام فهو ما يتحمل هاي العمليات الطويله، فبالتالي شنو اقدر اسوي له؟ راح اسوي له removable partial denture. الكوست acrylic removable partial denture is considerably less than that for the metallic partial denture or fixed partial denture. اكيد الacrylic removable partial denture هو ارخص من الميتاليك اللي هو الكروم كوبالت، وارخص من الفيكس اللي هو بريدج.
serviceable for periodontally weakened standing teeth. إذا ال patients اللي عنده الأسنان مالته periodontally compromised أقدر أسوي له الأكريليك ريموفابل بارشال دينشر. ليش؟ قلنا حتى بالمستقبل من تبدأ هاي الأسنان أخسرها إيش راح أسوي له؟ راح أسوي له ترانزيشن، راح أبدأ أضيف أي توث هو يخسره أضيفه، يخسر التوث الوراء أرجع أضيف ليه، فأنا أسوي له ريموفابل بارشال دينشر أنطيه. هو ما يريد حاليا يقلع أسنانه، صحية تتحرك بس هو معتز بيها. أوكي سويت له ريموفابل بارشال دينشر بحيث كل ما زادت الحركة وراد يقلع توث أقلع وأضيف بمكانه وهكذا. Interim temporary prosthesis may be used when denture is needed while healing is progressing after extraction or surgery. وهاي شرحناها، سوينا surgery استأصلنا جزء من الماكسيلا، أنا محتاجة denture حتى أحط بيه الدريسنج، الميديكال دريسنج اللي هي الضمادات الطبية اللي راح تساعد بالهيلينج وبنفس الوقت تمنع الأطعمة إنها تدخل المكان الجرح، especially إن الأورال كيفيتي يعني غير البكتيريا غير أشكال الأطعمة أشكال المشروبات تدخل بي، فلازم أحافظ على الوند. Denture is needed while prolonged treatment is being accomplished. مثل كيس الإمبلانت اللي شرحناها، إجا البيشنت زرعت له عنده بعد 6 شهور إلى أن تلتئم الزرعة بالبون، هاي 6 شهور هو ما يريد يبقى هيجي من دون أسنان فراح أسوي له الدنتشر. The patient has no enough time at the moment for lengthy definite treatment. أو البيشنت ما عنده هسه وقت إنه يزرع، عنده سفرة يريد على السريع قبل السفرة فتشي يمشي خلال هاي السفرة إلى أن يرجع ويسوي more definite treatment for example اللي هي bridge أو implant. Transitional partial denture during the periodic shift from a partial denture to complete denture. إذن هذا من الindication، المرحلة الانتقالية من partial للcomplete. Treatment partial denture may be used A as vehicle to carry tissue treatment material for abused oral tissue اللي هي tissue conditioner واللي هو شرحنا البيشنت اللي أنا انطيته دنشر المفروض يبدله ورا سنة، هو قعد بيه 3 سنين وما إجا ولا راجع، تقرحت الأنسجة اللي عنده، بعدين إجاني يشتكي فش راح أسوي؟ راح أسوي له tissue conditioner بنفس الدنشر اللي عنده وخليه يلبسه، يجيني بين يوم ويوم، مو يوم ويوم، كل 3 إلى 4 أيام أبدل له إياها إلى أن أشوف التشو تحسن أسوي له دنتشر جديد. B to re-establish the vertical dimension of occlusion on temporary basis while the result of the increased can be observed. زين هاي شنو معناها؟ مرات يجون بيشنتية صاير عنده lost بالvertical dimension بالرغم من انه عنده أسنان، احنا قرينا الvertical dimension بمحاضرات الكمبليت وعرفنا انه لازم ارجع الvertical dimension وعندي at rest وat occlusion. زين هذا بالله complete وهو قالع كل أسنانه فصاير عنده الvertical dimension مالته صار بي lost. لا عندي بيشنتية يجون هم عندهم أسنان بس صاير loss of vertical dimension. شلون صار loss of vertical dimension؟ ما أعرف إذا سامعين أو ماخذين مصطلح الأتريشن. الأتريشن اللي هو تآكل الأسنان، تشوفوها أكثر شيء بالأولد إيج بالبيبيات بالهاي، أسنانهم تكون متآكلة، يعني بدال ما السنترال يكون هيك طولة السنترال تلقيه هيك، ومبين حتى البلب يعني مبين انه هنا صاير احتكاك. ليش؟ ويا زمن البيشنت اللي عنده بروكسيمي يقز على اسنانه يصر على اسنانه يبدا هذا التوث ينبرد، كل ما يصير ينبرد 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 الى ان يوصل مرحله هيك واللي جوه هيك. زين هو الطبيعي انه هذا التوث طوله هيك وهذا التوث طوله هيك، خلينا نقول فرضا، طبعا مو صحيح يعني بس بدنا نفترض 15 ملي. اوكي البيشنت بسبب عملية الأتريشن، بسبب إنه بروكسيزر ويقز على أسنانه ويسوي كلينشينج، نقص طول التوث صار هيجي خلي نقول صار 9. إيش قد نقص 6 مليم؟ هاي 6 مليم هي المفروض تكون موجودة، فبالتالي إيش صار عنده؟ صار عنده loss of vertical dimension. الvertical dimension مالته بعد مو صحيح، المفروض حتى تكون فما بوضع مناسب، اللب على طولها الحقيقي، مصاير بيها سنكن سبورتد لب، لازم يكون عنده طول 15. بسبب المشكلة اللي عنده تأكلت أسنانه صار بيها أترشن، صارت أسنانه جدا صغار، صار الطول عنده 9. زين يجيني البيشنت يشتكي من هذا الشيء، يريد أرجع له الvertical dimension مالته. زين حتى أرجع الvertical dimension مالته، هو البيشنت صار لفترة خلينا نقول صار لها 4 سنين البيشنت على هاي الوضعية، أسنانها متآكلة، إجت هسه متضايقة تريد ترجع وضعها
الوضع الأسنان إلى الوضع الطبيعي. زين الحل عندي إنه أني أغلف الأسنان أو أسوي حشوة، هاي بعدين تأخذوها، بحيث إنه هاي الأسنان أسوي لها حشوة بحيث ترجع طويلة، أو أغلفها من جديد بحيث التوث هو تحت التغليف هيجي، بس أني التغليف أطوله حتى أرجع هاي الستة مليم اللي هي خسرتها بسبب الأترشن أو بسبب تآكل الأسنان. زين هل معقول البيشنت صار لخمس سنين التي ام جي مالته متعودة على فيرتيكال دايمنشن طوله 9، واني اجي بين يوم وليلة غيرت له الدايمنشن قفزته من 9 لل15، التي ام جي ايش راح يصير بيها؟ هي كانت تفتح بمقدار 9، هسه لا صارت لازم تتعود على 15. زين هي صار لها 5 سنين ما متعودة هذا الشيء، راح يبدأ يصير عنده بين بالتي ام جي، راح يبدأ يصير عنده كليكينج، راح يعاني من أوجاع. فأني ما أقفز هاي القفزة دايركت، يعني ما أسوي له تلبيسات أو حشوات دايركت لتنقلني من 9 لل15، لا أبدأ ويا بريموفابل بارشل دينتشر، ألبس له فوق هاي الأسنان تمام، او حتى بس بالمنطقة الخلفية، وهاي كل هالتفاصيل طبعا تاخذوها لي قدام، بس اني حتى تصير عندكم فكرة حتى تفهمون، تبقى النقطة عالقة براسكم. فاش راح اسوي له؟ راح اسوي له ريموفابل بارشل دينتشر، اول شيء ازيد له 1 مليم، يعني البس هنا فوقها بريموفابل تمام، او حتى ما البس الاسنان الامامية، ازيد على الاسنان الخلفية البس بحيث ازيد 1 مليم فوق الاسنان، مثل اوفر دينتشر نسميه تمام، 1 مليم صار 10، هاي 10 يبقالي بيها البيشنت فد 3 اسابيع الى شهر، يجيني ها شلونك تمام زين، صار عندك الام بالتي ام جي مالتك، الامور تمام اوكي، التي ام جي هسه فتحتها بمقدار 1 مليم بدل 9 صار 10، من اجاني سألت الامور تمام، ارجع هذا الدنشر ابدل لي اياه، احط له دنشر ثاني يفتح لي بمقدار خلي نقول 2 مليم او 3 مليم، صار عندي 1 زائد 2 صرت فاتحة 3، هم اقول له روح البس هذا الدنشر وروح لي بي بعد فد اسبوعين 3 اسابيع الى شهر، يجيني ها تمام الامور، اي ما صار عندي شو التي ام جي، بدت تدريجيا افتحها، تدريجيا تتعود على هاي الزيادة اللي اني اريد اوصل لها بالفيرتيكال دايمنشن. زين راح رجع لي بعد بدلت له هذا الدنشر، انطيت له 1 ثاني فتحته 5 مليم او فتحته 6 مليم، روح بي بعد شهر، راح اجاني اوكي تمام الامور، ها هي الى ان اوصل لل15 او مرات مثلا لحد 14 او 13، يقول لي يعني شوية بديت ما ارتاح، فاعرف انه ها هي بعد ما اقدر ازيد اكثر من هيجي، وصل للماكسيمم مالت التي ام جي بعد ما تتحمل تمام، ومرات لا اقدر ارجعه اوصل للوضع الطبيعي اللي هو ال15، من وصلت لهنا البيشنت زين تحمل التي ام جي تدريجيا بدت تتعود على احداث الفرق، ساعتها اروح للمور ديفينيت بروستيسيس واجي اسوي له تركيب جديد دايركتلي، التركيب هو بعد تعود بالريموفابل بارشل دينتشر، اركب له ازيد له 15 مليم او احشي له اسوي له حشوات تجميليه اطول بيها الاسنان الى ان توصل ل15 مليم، المهم انه اني تدريجيا زدت للفيرتيكال دايمنشن. فهنا شنو نقول؟ to re-establish the vertical dimension of occlusion on temporary basis، اركب له وبدل له، ازيد 1 يرجع اذبها ام 1، اخلي له ام 3 اذبها، اخلي له ام 5، while the result of the increased vertical dimension can be observed، اراقب شو وقت راح يصير عنده pain، شو وقت بعد TMJ ما راح تتحمل. زين see as splint for surgical correction in the oral كافيتي، اللي هو السبلنت شنو معناها؟ معناها تذكرون مثال السيرجري اللي شرحناه قبل شوية، مثال السيرجري او خلنا ناخذ غير شيء، مثلا اجاني البيشنت وعنده الرج مالته بهذا الشكل اوكي، خلينا نقول انقلع هذا التوث، الرج بهذا الشكل، هاي المنطقة منطقة اندركات، أنا ما أريدها، أريد أدز البيشنت يسوي سيرجري بحيث شنو؟ أريد الرج تصير بهاي الطريقة، ما أريد هاي الأندركات. زين أريد أسميها سيرجيكال سبلنت، اللي هي شنو؟ يعني أنا على هاي الوضعية أخذ له إمبريشن تمام؟ باللون الأخضر أخذ له إمبريشن، الكاست عندي طلع بهاي الوضعية، إيش راح أسوي؟ راح أكمش البير
وراح أشيل آني من الكاست. إش قد آني لوين أريد أوصل؟ أريد هيجي شكل الرج؟ راح أشيل من الكاست. عدلت الكاست بحيث سويت شكل الرج هيجي. دا أجرب على الكاست. آني ما أفتح حلق البيشنت قبل وأبدأ أخذ من البون وما أدري آني وصلت للليفل المسموح لو لا، بعد لي شوية. لا، أجرب على الكاست. جربت على الكاست وصلت هيجي. إش راح أسوي على الكاست؟ راح أسوي بارشل دينشر، تمام؟ حتى لو بس أكريليك دينشر بيز من دون أسنان. شو أسمي هذا؟ أسميه سيرجيكال سبلنت. يعني أنا صارت عندي الرج هيجي، سويت دينشر بهاي الطريقة. زين، هذا الدينشر أنا مسويته على الرج الجديدة اللي ورا ما أنا عدلتها. من أجي أريد أقعده بالبيشنت ماوث ما رح يقعد، فأنا قعدت ما قعد. فش أسوي؟ أجيب البير بالبيشنت ماوث، أفتح الفلاب وأخذ من أنا، أرجع أجرب بالدنشر مالتي. لا، بعد ما قاعد والله لازم أشيل بعد من أنا. زين، رجعت جربت بالدنشر مالتي اللي أنا مسويتها على الرج اللي عدلتها بالكاست، تمام؟ لا، بعد أكو مناطق بيها دا يضغط، مناطق منا من هاي المنطقة ما قاعد، معناها من هاي المنطقة أجي أشيل شوية وأجرب. والله قاعد من هاي المنطقة، بس من هاي المنطقة بعد أكو ارتفاع، زدت من هاي المنطقة إلى أن يقعد الدنشر عندي. آها، وصلت هسة للليفل اللي أنا أريده مثل ما سويت العملية وجربتها بالكاست. فهذا شو أسميه؟ أسميه سيرجيكال سبلنت، اللي هو دنشر أنا مسويته حتى أعرف بالعملية شقد أشيل من البون. زين، دي as a night guard or mouth protective device to correct or control undesirable oral habits or to protect the mouth and teeth from trauma. إذن أكو هواية بيشنتية يجون يقزون على أسنانهم، هم خسرانين بعض الأسنان وباقي عندهم كم سن وهاي الأسنان يقزون عليها. فش راح يصير؟ غير أنه راح تتآكل الأسنان، يصير بها أترشن، هم اللود دا يتركز على بس هذا الكم سن اللي موجود، اللود اللي هو المفروض يتركز على الأسنان كاملة بالأرش ده يتركز على خلينا نقول 6 أو 7 أسنان، هذا ما مقبول. فهذا هنا ايش راح اسوي له؟ راح اسوي له ريموفبل بارشل دنتشر حتى الارتفيشال تيث هم يصير عليها لود، ينزل للبون فيتوزع اللود على البون وعلى الأسنان الناتشرال والارتفيشال، فبالتالي ما يتركز بمكان واحد. هنا أنا شنو أكون؟ أكون الـ سويت كنترول للـ undesirable oral habits اللي هي الـ clenching والـ proxizing اللي هو الصرير على الأسنان، وبنفس الوقت حميت الماوث والتيث from trauma. الأسنان اللي باقية عندي أنا حافظت عليها، لأن إذا يبقى اللود متركز على 6 أسنان بدل ما يتركز على 30 سن، هاي الأسنان نطيها شهرين تنتهي، تمام؟ بينما لا، من عوضت للمفقودات وتوزع اللود راح ينطيني فترة أطول. زين، آخر وحدة اللي هي الإميديت بارشل دنتشر واللي شرحناها. زين، نيجي هسه الأدفانتج أوف أكريليك دنتشر بيز. أول شيء نوت إكسبنسيف، مو غالي، أرخص مقارنة بالبريد، مقارنة بالكروم كوبالت، لايت ويت، أخف طبعا لأنه هو أكريليك مو ميتال، سيمبل ديزاين، ما بي لا ريست لا إندايركت لا دايركت ريتينر ماينر كونكت، كل هاي ما موجودة. إيزيلي كونستركتد، تصنيع أسهل، وأنتوا شفتوا الكروم كوبالت شقد يحتاج خطوات، شقد يحتاج شغل، بلوك أوت، ريليف، ديزاين، دوبليكيشن، سيرفين، كل هذا الشغل ما موجود بالأكريليك دينشر. easy to add artificial teeth if natural teeth are extracted، مو مثل الكروم كوبالت، أكو ديزاينات بالكونكتر صعب إني أضيف لها teeth. easily relined if bone resorbed، طبعا احنا قلنا الميتال ما اقدر اسوي له ريلايننج، بينما الاكريليك اقدر اسوي له ريلايننج. ايزيلي ريبيرد اف فراكتشر، طريقه التصليح مالته سهله واخذت الريبير مالته بصف ثاني. جود ابييرنس اف اكستندد ليبيلي اور باكلي بيكوز اتس كلر سمبل ذات اوف جينجيفا، لونه بينك، فبالتالي اذا ممتد على الليبيل او البكل والبيشنت يبتسم ما راح يكون نشاز مثل الميتال. ايزيلي ادجستد باي جرايندينج ات تشير سايد، إذا عندي مشكلة بالفيتنج مال الدنشر مدى يقعد بالبيشنت ماوث بكل سهولة أقدر آخذ من عنده بالتشير سايد، يعني والبيشنت قاعد أنا أعدل عليه. المتل شوية أصعب أني أقعد أشيل من المتل. الديسادفانتج أوف أكريليك دنشر بيز، less patient response and tolerance for acrylic denture than metallic denture. البيشنت ما يتقبله مثل المتلك، أول شيء من ناحية ريتنشن، عندي فرق كبير بين الريتنشن اللي أحصله من الكروم كوبالت والريتنشن اللي يتحصل بالأكريليك دنشر.
الدنتشر بيز الكروم كوبالت الريتنشن مالته اعلى، الفتنس مالته اسهل، الثيكنس مالته اخف ارق ما يحس بيه البيشنت. من ناحيه توصيل الهيت احنا قلنا انه الميتال يوصل الحراره اسرع، بينما الاكريليك لا ينشوي البيشنت وهو بعد ما واصله الحراره، ما عبره الدنتشر واصله للبلت. زين poor thermal conductivity شرحناها هسه، lower strength therefore القوة مالته أقل لأنه هو مو رجد مثل الميتال، easily broken إذا يوقع رح ينكسر، must be constructed in thick section لازم أسويه ثخين 3-4 مليم، لأن إذا أسويه 1-2 يطق رأسا، فلازم أني أعوض هاي poor strength مالتي إني شوية أزيد الثيكنس مالته حتى يتحمل حتى ما يطق بسرعة. The denture is somewhat larger and bulkier أكبر bulky أكثر لأن thickness مالته قلنا لازم أكثر. Not rigid enough for ideal connection هو مو rigid حتى يرتبط بال ideal connection قصده ويا الكلاسب ويا الروت واير كلاسب. الروت عندي متل هو مو non rigid material فبالتالي الكونكشن مالتهم مو ideal، هواية مرات يفلت الكلاسب من الدنشر وأحتاج أني أسوي repair وأضيف كلاسب جديد. Tendency for rappage if overheated during polishing or during recurring in repair or reline إذا ممكن يتلف بسبب الoverheat اللي هو زيادة الحرارة. ليش يصير عندي overheat؟ احنا نعرف انه الأكريليك دنتشر بيز من يخلص لازم اسوي له finish وpolish. الفينش والpolish يصير بالراج ويل يصير بالبير، البير والراج ويل هاي كلها تولد حرارة، الأكريليك ما يتحمل درجات حرارة عالية، فبالتالي إذا التكنيشن منتبه إنه البولش مالته بالراج ويل أو بالبير يكون متقطع بحيث يشتغل شوية يعوف الدنشر شوية يبرد، يشتغل شوية يعوف الدنشر، إذا ظل لحوية الفترة طويلة بشكل مستمر راح يصير عندي رابج، راح يتلف المادة نفسها راح تتلف. Or during recurring and repair or reline يعني بالريلاين من ضفت ماتيريال، يعني اجاني الدنشر واني اريد اسوي له تبطين اضيف له ماتيريال بدل كمية البون اللي راحت، حطيت الاكريليك ايش راح اسوي؟ راح ارجع اسوي له فلاسكينج وراح يرجع يفوت بالكيورينج سايكل. اذا تذكروها بالصف الثاني كان عندي شورت سايكل ولونج سايكل يطب بيها بدرجات حرارة عالية. زين اني هذا الدنشر الاصلي مطبوخ قبل بدرجة حرارة عالية مار بكيور سايكل ورجعت لانضفت عليه طبقة اكريليك جديدة تحتاج الجديدة الى كيور سايكل حتى يصير بيها بوليمرايزيشن، فراح ارجع ادخله، فالقديم صار عنده سايكلين واني كل ما اسوي ريلاين راح يزيد بعد سايكل راح يزيد بعد سايكل، دا يتعرض لدرجات حرارة عالية مو مرة لا انما كل ما اسوي ريلاين، فبالتالي بالنهاية عندي راح يصير رابج ممكن يخرب. design difficulties من الديسادفانتج مالته انه ideal tooth support is difficult، انا ما حصل tooth support يعني هل عندي rest؟ لا، من وين راح اجيب tooth support؟ زين ideal indirect retainer is difficult كذلك ما راح اقدر اسوي نفس الكروم كوبالت اني اسوي indirect retainer بشكل ideal، غالبا امد الاكريليك منه شوية بحيث اتوقع انه ينطيني support اكثر، امده منه شوية بحيث اقول ها منه شوية ينطيني indirect retainer، بس ما عندي هيك parts مثل الكروم كوبالت. unnecessary tissue coverage because of strength consideration مرات بالاكريليك removable partial denture اضطر اني اغطي اجزاء من التشو، يعني مثلا امد جزء، خلي ارسم لكم اياه، مثلا عندي هاي الكيس عندي هاي الاسنان اوكي، اذا انا جيت اسوي اكريليك ريموفابل بارشل دنتشر لازم اغطي هذا الجزء من البلت حتى اعوض هاي الاسنان اوكي. ليش؟ فور سترينث كونسيدريشن حتى ينطيني قوه، حتى هذا الجزء يشتغل كاندايركت ريتينر، حتى اخذ شويه سبورت من البلت اللي عندي، خو ما راح اخذ بس من هذا التوث ومن هذا التوث واني لا عندي ريست ولا عندي شيء، فبالتالي اضطر شويه امده هيك على البلت. هل اني محتاجه فعلا اني اغطي البلت؟ لا ما محتاجه اني اغطي البلت، بس شو اسوي؟ اريد سبورت وما عندي ريست حتى اخذ السبورت من الاسنان، فايش راح اسوي؟ راح اغطي شويه بعد من التشو حتى يتعاون التوث ويا البون وينطوني السبورت. impossible to use more sophisticated component precision attachment or stress breaker ما اقدر استخدم هاي الكومبوننتس يعني ادخلها ضمن ديزاين الاكريليك ريموفابل بارشل دنتشر، لا اقدر احط stress breaker ولا اقدر احط attachment،
فبالتالي راح يصير عندي لود على الابوتمنت تيث، مو مثل الكروم كوبالت لا اقدر ادخل الاتاتشمنت ستريس بريكر اللي هي راح تنهي لي اللود. زين، ديزايننج ذا اكريليك بارشل دنتشر. الديزاين سمبلي قلنا هو عباره عن اكريليك دنتشر بيز، ارتفيشال تيث وروت واير كلاس. الاكريليك دنتشر بيز ذا بيز اكت اس سدل اند اس كونكتر. اذا البيز اكريليك دنتشر بيز اللي هي هاي act as a saddle، يعني saddle مثل السرج اللي يحطوه على الحصان، عندي هاي الرج وهي موجودة على saddle، وبنفس الوقت هي connector رابطت لي artificial teeth ورابطت لي الواير بالبيز. And has a reciprocal function for the retentive root wire clasp arm. إذن بنفس الوقت هي تعمل reciprocal function. طبعا هاي الصورة هي الصورة لها علاقة بالأورثو مو بالبروس، بس الغرض منها هسه راح أشرح لكم إياها، رح توريكم يعني component وما لقيت صورة توضحها إلا هاي الصورة. زين، شنو القصد من إنه هي reciprocal arm بنفس الوقت؟ عندي هنا دا تشوفون قلنا هي كونكتر، هي أول شيء سدل قاعدة على السدل، كونكتر رابطت لي الأسنان والروت واير كلاسب سوا، وهي ريسبروكال أرم. دا تشوفون هذا الكلاسب منو ينطي ريسبروكيشن؟ هاي الدنتشر بيز، يعني من هذا كلاسب راح يريد يفتح فيضغط على التوث، هاي الدنتشر بيز هي هنا هي اللي راح تمنع التوث انه يتحرك باتجاه اللينجوال، راح تدعم التوث بحيث من الكلاسب هذا يضغط عليه ما راح يتحرك باتجاه اللينجوال لان مقابلته الاكريليك دنتشر بيز. زين، هل تعتقدون انه الافشنسي مالتها مثل الميتال مثل الريسبروكال ارم؟ لا طبعا، لان هي بالنهايه نان ريجيد، بس هذا الموجود احنا قلنا بسبب الديزاين ديفيكولتي لا اقدر احصل سبورت، لا اقدر احصل اندايركت ريتنشن ولا ريسبروكيشن، فاضطر منه اصعد الاكريليك شويه حتى يعمل الريسبروكيشن، شوية امد الاكريليك على البلت حتى يساعدني بالسبورت. زين، عندي هسه وين وصلنا؟ روت واير كلاس، روت واير ستينلس ستيل واير كلاس ار يوز وذ اكريليك. بالبدايه الاكريليك دنتشر بيز قلنا فور ذا ريتنتيف هاز ا ريسبروكال فانكشن فور ذا ريتنتيف روت واير كلاسب ارم، شرحناها. اثنين، الروت واير كلاسب ارم روت ستينلس ستيل واير كلاسب ار يوزد وذ اكريليك بارشل دنتشر. اذا هل اقدر استخدم الكاست كلاسب؟ لا، اللي اقدر استخدمه الروت ستينلس ستيل واير. زين، they are attached to the acrylic denture base by embedding their non-retentive portion into the denture base. شنو القصد من non-retentive؟ على مود هيك استخدمت هاي الصورة اللي هي ما إلها علاقة بالبروس، هذا non-retentive portion يعني انسولي هذا البارت اللي هنا، خلنا نعتبر إنه هذا الكلاسب، هذا الكلاسب وهذا كذلك هنا الكلاسب. الكلاسب بي ريتنتيف بورشن اللي هي هاي اللي راح تيجي وتفتر منها وتسوي انجيجمنت للاندركات، وبي نان ريتنتيف بورشن اللي هي هاي المعروجه اللي شفتوها هنا اللي داخله بالاكريليك. تمام، فعندي ريتنتيف بورشن هنا اللي داخله بالاندركات، والنان ريتنتيف بورشن اللي هي داخله بالاكريليك حتى تلزم بالاكريليك. تمام، فعندي attached to the acrylic denture base by embedding their non-retentive portion اللي هو هذا into the denture base. The rod wire clasp consists of a retentive portion and non-retentive portion which should be looped or twisted to help anchorage in the acrylic resin bin. The non-retentive portion should be looped مثل ما تشوفون هنا مسوين به تعرجات حتى يلزم بالacrylic denture base. تمام، زين. The most commonly clasp design used for acrylic partial denture. إذن عندي two designs من الروت واير ستينلس ستيل، الروت ستينلس ستيل واير كلاسب اللي هي simple circular clasp والهاف جاكسون كلاسب. تمام، ما عندي هذه الفرايتيز اللي موجودة، إذا تذكرون أخذناها بمحاضرات الكلاسب السيمبلي 1 و 2، الهير بين والريفيرس والباك أكشن والإمبريجر، ما عندي هاي الاختلافات، مجرد بالروت واير عندي لو سيمبل سيركولر كلاسب لو هاف جاكسون كلاسب. شنو الفرق بيناتهم؟ السيمبل سيركولر كلاسب اتس يوزد فور ذا تيث ادجيسنت تو ادنتشولس ريدج، إذا الأسنان المجاورة للإدنتشولس ريدج، يعني لازم يكون عندي إدنتشولس ريدج. خلينا نشوف بهاي الصورة،
هذا الإدنتشلس ريج مالتي، هذا الواير اللي هو يطلع من اللينجوال طبعا ويمر هنا انتر بروكسيمال بين التوث اللي هو هنا اللي هو الناتشرال توث هنا اكو عندي، وهذا الارتفيشال توث يمر بيناتهم ويجي يسوي engagement للأندر كات اللي موجودة بالناتشرال tooth. It is used for teeth adjacent to edentulous ridge اللي هي هاي edentulous ridge. هنا أنا عندي natural tooth تمام، فهذا هو natural tooth اللي موجود عندي هنا واللي بيه بهاي المنطقة أندر كات، فرح يجي الكلاسب عندي الروت واير من اللينجوال يعبر نا انتر بروكسيمال للناتشرال توث ويلف ويسوي انجيجمنت للاندر كات الموجوده عندي. زين، بس المهم انه عندي هنا يعني عندي ارتفيشال تيث اللي هي جواها الادنتشلس ريدج. ات ستارت لينجوالي اند باس اوفر ذا ريليفد ريدج along ذا بروكسيمال سيرفيس اوف ذا كلاسب توث. اذا بدا لينجوالي، خلينا نشوفه، يبدا لينجوالي and passed over the relieved ridge اللي هي هنا مكان الريدج، passed over the relieved ridge along the proximal surface السطح اللي بين الأسنان of the clasp tooth to engage the buccal undercut. It should pass 3-4 millimeter away from the proximal surface of the clasp tooth. يعني أني مو عندي tooth هذا natural tooth تمام، وهاي الادنتشلس ريدج، ما أجي أفر الكلاسب دايركت منها وأفر ليبيا حتى أسوي engagement للأندركات، لا أنطي مسافة هنا أطلع منها، أعوف مسافة 3-4 مليم. شنو الغرض منها؟ وبعدين أطلع ويفتر، يعني منا أنا أطلع مو منا، مو هيج. أوكي، شنو الغرض؟ ليش عفت هاي المسافة هنا 3-4 مليمتر away from the proximal surface of the clasp tooth اللي هو هذا الكلاسب tooth اللي هو الناتشرال tooth اللي راح أقعد الكلاسب عليه to allow grinding. grinding بمعنى انه مرات هاي المنطقة تشوفوها undercut، فأني إذا دايركتلي أجي أطلع منها وأحطها هنا ما راح يطب، راح أضطر أشيل الأكريليك اللي موجود بهاي المنطقة حتى يقدر ينزل الدنتشر بهاي الطريقة تمام. زين، اذا اني دايركت الواير مطلعته منه وجيت شلت الاكريليك اللي عليه، الواير كله راح يوقع لانه هو مكلب بالاكريليك، وانا الاكريليك اريد اشيله حتى اقدر ادخل الدنتشر، وقع الكلاسب كله، فلا ابعده، انطي مسافه حتى تسمح لي بالجرايندينج، ما اطلعه منه تمام، لان هنا راح يصير اكريليك، هاي المنطقه هي منطقه اندر كات وراح تتعارض ويا الباث اوف انسيرشن، ولازم اجيب البير واشيل الاكريليك كله هنا. اذا شلت الاكريليك هذا الكلاسب اللي موجود هنا اللي طالع منه راح يتحلحل وراح يوقع، فاني لا ابتعد 3-4 مليم عن سطح البروكسيمال سيرفيس وطلعه منه، بحيث الاكريليك اللي موجود هنا ما صار بي فيتنج، اجيب البير اشيله كله راح يصير بي فيت ويبقى الكلاسب طالع منه ثابت بالاكريليك ما راح يوقع. زين، هذا انتهينا هسه من السمبل سيركل كلاسب. نيجي للهاف جاكسون كلاسب. ات فايندز اتس ابلكيشن اون مولرز اند بري مولر وين نو ايدنتشلس سبيس اكزيست اون ايذر سايد اوف ذا توث. يعني خلي ناخذ مثال، فلنفرض انه البيشنت هنا عنده فراغ تمام، خلينا نكبر الفراغ، هاي الادنتشلس اريا، وهنا اسنانه كلها كامله لسبب او لاخر يريد يعوض هذا السبيس بريموفبل بارشال دنتشر. هل يعقل اني اني اجي اسوي هنا اكريليك دنتشر بيز واحط له ارتفيشال تير وكلاسب منه وكلاسب منه وفضت وراحت؟ لا، بالاكريليك رمو او بالبارشال دنتشر كله ما عندي هيك شيء، ما عندي انه اجي اسوي نص تخم وانتهى الموضوع. حتى لو ما عندي ايدنتشلس سبيس على السايد الثاني مثل ما شفتوا بالكروم كوبالت، دائما اقول لازم اسوي كروس ارش ستابيلايزيشن، وكنا نمد الميجر كونكتر هنا، وحتى اضطر اني اسوي امبريجر ريست واسوي امبريجر كلاسب او باترفلاي كلاسب واقعد، لازم يكون عندي كروس ارش ستابيلايزيشن حتى لو ما عندي على الجهه الثانيه ايدنتشلس سبيس. اني الدنتشر
مستحيل أخليه بس بجهة واحدة، لازم يمتد للجهة الثانية كسبورت كريتنشن كإندايركت ريتنشن، لازم أمده للجهة الثانية. نفس الشيء الأكريليك، فأني من حطيت هنا سويت الأكريليك راح أمد الأكريليك راح يغطي هاي البارت، هم أستفيد منها بالسبورت أغطي قد ما أقدر، راح يوصل لهنا لهنا راح أجيب كاست يطلع لينجولي يمر بروكزيمالي بالإمبريجر أريا بين الأسنان، بس هنا ما راح أحضر ولا راح أخذ من التوث، لا أسوي أدابتيشن للكلاس بحيث هو يدخل جوه، يعني وين منطقة المارجينال ريج، بين المارجينال ريج مال هذا التوث والمارجينال ريج مال هذا التوث راح أعبره ويسوي لي إنجيجمنت هنا. هذا ايش راح أسميه هاف جاكسون كلاس، مثل ما تشوفون هنا هسه هنا دا يمد الكلاس من وين اجى، اجى عبر بالامبريجر وفر هيجي للاندركات، اذا ملاحظين هنا عبر بين هاي الكناين والفور واجى للاندركات، تمام. it finds its application ليش بالمنطقه اللي ما بيها سدل اريا، هنا أنا استخدمت السيمبل سيركولر قلنا لازم عندي ادنتشلس اريا، هنا الهاف جاكسون ما عندي ادنتشلس اريا، الادنتشلس اريا بالجهه المقابله بس اني لازم امد الدنتشر للجهه الثانيه فور كروس ارش ستابيلايزيشن. It finds its application in molar or premolar when no edentulous space exists on either side of the tooth. It starts lingually and pass up to cross the occlusal plane. إذن هذا إجاني من اللينجوال وعبر الأوكلوزال a plane on the embrasure between two neighboring teeth then down to the buccal surface to engage the undercut. آخر شيء عندي من البارتس قلنا الدنتشر بيز الأكريليك دنتشر بيز قلنا الروت واير كلاسب وفاينالي الأكريليك تيث حاشين عنها هواية بالمرحلة الثانية they are attached by chemical bonding to acrylic denture base. إذا تذكرون كان عندي two types of teeth الأكريليك والبورسلين، البورسلين mechanical bond يسوي ويا التوث لازم أسوي بي pin أو hole حتى يلزم ويا الأكريليك العفو، بينما الأكريليك تيث لا هي هم أكريليك والدنتشر بيز من أكريليك فيصير بيناتهم تفاعل chemical bonding between the acrylic teeth and the denture base. هذا آخر part عندي من الأكريليك partial دنتشر، ولهنا إن شاء الله تخلص محاضرتنا وتخلص كل محاضرات المرحلة الثالثة. صح المادة شوية صعبة شوية دسمة شوية مكثفة، بس حاولت قدر الإمكان أني أتوسع بالشرح أضرب أمثلة أنطيكم رسم حتى توصلكم الفكرة بأحسن صورة ممكنة، وإن شاء الله تكون وصلت ونكون ما قصرنا وياكم، وكل عام وأنتم بخير.